تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج مستمعينا نفتح آفاق التواصل معكم لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الساعة الإذاعية التي نتمنى أن تكون بإذن الله مليئة بالمعلومة الصحية التي نصل بها معكم إلى نمط الحياة الصحي اللي نتمناه جميعا. طيب، نبتدي برنامجنا بهذه الدراسة ولا ناخذ أسماء أول؟ شو رأيكم؟ ناخذ أسماء؟ طيب، أسماء الجناحي مسؤولة التواصل الاجتماعي عندنا في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور سرو عليكم وعلى كل المستمعين. أسماء، شو عندنا جديد على الويكند هذا؟ عندنا مجموعة من الأشياء. أول شيء إحنا بعدنا مستمرين في نصائح أو المعلومات المقدمة عن الشعر الأبيض. ثاني شيء نحب ننوه إن الشباب يدعو شباب الهيئة وأيضا المجتمع إنه يتواصلون معهم إذا عندهم أفكار، إذا عندهم أشياء يبون يطبقونها أو إنه يتمنون من مجلس شباب الهيئة إنه يسوونها. أيضا إيميل موجود عبر قنواتنا، قنوات التواصل الاجتماعي. من الأشياء أيضا المهمة إحنا نتمنى الناس تتابعنا لأن إحنا قاعدين نتكلم عن مسرعات دبي المستقبل والمشاريع بشكل تفصيلي، يعني كل كم من يوم ننزل معلومة أو شيء عن هذه المشاريع. مشاريع وايد حلوة، ويقدرون أيضا يزورونا الفترة الصباحية في الأبراج الإمارات إنه يتعرفون أيضا على هاي الأجهزة أو الأشياء الجديدة، فعلا تغير يعني مفهوم الصحة بشكل جذري. ممتاز. من ضمن الأشياء أن قطاع الرعاية الصحية نظم أمس يوم أو فعالية ورشة للتطعيم، شارك فيه 150 شخص من الطاقم الطبي من القطاع الخاص والحكومي. ونقول أن هذا الأسبوع يصادف الأسبوع العالمي للتحصين، ومن ضمن هذا الأسبوع نحن قاعدين نحط بعض المعلومات عن التحصين التطعيم، لأن التحصين غير عن التطعيم، التطعيم جزء من التحصين. هالناس اللي شوي يعني بعض المفردات اللي يعني مو فاهمينها. ونختمها بالمشاركة الصباحية، نقول اعمل على الانتهاء من كل الأعمال التي لديك قبل نهاية الأسبوع عملك، لتبعد عن شعور عدم الارتياح نتيجة عدم الانتهاء من مهامك. لأن لما تخلي الأشياء تكون يعني للأسبوع الجاي تقبل كما يوم الأحد، خلال عطلة نهاية الأسبوع بتحس أن في شيء على قلبك، شيء أنت ما خلصته. وثبت ان الموضوع ان الانسان يكون عنده pending stuff وما يشخط عليهم التعب نفسيا في المستقبل، يعني تحس بالتراكمات. وهالاشياء ننصح الناس يحاولون خاصه كثر ما يقدرون عشان يرتاحون في الويكند. يعني ابغي اسالك يعني هذه لان مساله مهمه، يعني انا اشبه حتى احيانا الواحد اللي ياخر الصلاه فيتم في شيء كذا على مو مرتاح منه. زين فعلا. طيب انت شو الاشياء اللي مخرتنا للحين ما سلمتيني اياها؟ اسمه لا اسولف فيها والله. الاشياء مخلصه بس كل ما اخلص احس بعدم اتلوس انف، يعني لازم ازيد شوي زياده. زين، انت تطرقتي لموضوع الفرق ما بين التطعيم والتحصين. التحصين اخو محمود هو الامبريلا اللي فيها تحصين، ممكن انا احصن نفسي من الغذاء، ممكن احصن نفسي من نمط حياتي، ممكن احصن نفسي من وايد طرق. التطعيم هو فقط مثل الشلتر هذا اللي ياخذه، يعني هالاشياء ان بدنا نحن
نحكمها أو يعني نحصن نفسنا من أمراض أو الأوبئة اللي موجودة. هذا هو ناحية التطعيم ومن أمراض منتشرة للأطفال وغيرها اللي الحمد لله دولة الإمارات ما فيها هالأمراض. الحمد لله تعالى. أما التحصين، التحصين هو مفهوم العام، هو أيضا حماية الإنسان نفسه وقايته، أسلوبه، نمط حياته. يعني أغلب الأمراض خصوصا المزمنة هي بسبب نمط الحياة الغير صحي، وحتى لو كان ضعيف. بعض الأشخاص يقول المتين بس يمرض، لا، أيضا الضعيف يمرض لأن نمط الحياة مش مرتبط بالوزن. جميل. يعني إعطاء اللقاح التطعيم، هذه يسمونه تطعيم، ولكن التحصين هي أو هو مفهوم أعم وأشمل، هي المظلة، مظلة كل التحصينات. ممتاز، شكرا لك يا أسمة. طيب شكرا أسمة الجناحي، كانت معنا عبر الهاتف. تعرف شو الشنتار ولا وائل؟ شو ايش حاجة تقول؟ أعرف شنتار هي الإبرة، يعني يوم يعطونك الإبرة. زين يقول أعرف. المهم مسألة التطعيم مهمة جدا يا جماعة الخير. اللهم لك الحمد، يعني الحمد لله أن اخترعوا شيء خاص بالتحصين ضد هذه الأمراض، واللي ما طعم عياله يروح يطعم وياخذ الجدول حسب المركز الصحي اللي تابع له، لأن تطعيم الأطفال مهم جدا ضد الأجسام المضادة، تقوي مناعتهم ضد الأجسام اللي ممكن تشكل خطر على الأطفال وحتى الكبار. هناك في تطعيمات خاصة يعني كذلك من خلال عيادة المسافرين. عموما يقول لك توصلت دراسة حديثة إلى أن التعرض لارتجاج الدماغ ولو لمرة واحدة يزيد من خطر الإصابة بداء الباركنسون بنسبة 56%. وكان الباحثون قد استندوا للوصول إلى هذه النتيجة على تحليل بيانات أكثر من 300,000 أمريكي. ويقول المعد الرئيسي للدراسة الدكتور راكيل جاردنر أستاذ العلوم العصبية بجامعة كاليفورنيا الأمريكية أن الإحصائيات تشير إلى أن ما نسبة 40% من البالغين يتعرضون لإصابات في الرأس على مدار حياتهم، وهو ما يعطي أهمية لنتائج هذه الدراسة. فبحسب الباحثين فإن نتائج هذه الدراسة تصف في أصالح النظرة العامة التي أخذها الناس حول العلاقة بين داء الباركنسون وارتجاج الدماغ، إذ أنه من المعروف بأن، يعني إذا تذكرون رحمة الله عليه الملاكم محمد علي كلاي كان مصاب بهذا الداء في آخر حياته، وكلنا نتذكر يعني جيلي أنا على الأقل أنا أتكلم أن محمد علي كلاي كان يعني يتلقى الضربات بشكل كبير على راسه من ناحية استفزاز الخصوم، حتى يعني لما يستفز الخصم يقول أضربني أكثر على راسي. فالمهم يعني هذه من الأمور اللي أو البحث هذا اللي أدى إلى هذه المسألة، أن هذه النتائج نشرت في 18 أبريل الحالي في مجلة العلوم العصبية. طيب عندنا فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله متواصل مع الدكتورة ليلى المرزوقي رئيس مجلس السياحة الصحية في هيئة الصحة بدبي عبر الهاتف، ما طالع أبرز ما تضمنته مشاركة يعني مجلس السياحة الصحي في سوق السفر العربي. فاصل ورجعين. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذن اختتمت هيئة الصحة بدبي يوم أمس مشاركتها بمعرض سوق السفر العربي اللي يعد أكبر حدث دولي للسفر والسياحة بمنطقة الشرق الأوسط. أيضا في هذا المعرض يعني هنالك العديد من الخيارات المعروضة، من خيارات الإقامة
المزارات السياحية، الخطوط الرئيسية، شركات الطيران، أكثر وجهات السياحة طلبا في جميع أنحاء العالم. هذا المعرض يعني مثل ما قلنا أكبر حدث دولي للسفر والسياحة منطقة الشرق الأوسط، يمكن الثاني أو الثالث عالميا من ناحية القوة والمشاركة. مجلس السياحة الصحي إنزين كانت لهم مشاركة جميلة جدا. هذه المشاركة تمحورت عبر العديد من المواضيع اللي قدر المركز أن يصل فيها باتفاقيات عديدة. فخلونا نستقبل معانا عبر الهاتف الدكتورة ليلى المرزوقي، رئيس مجلس السياحة الصحية في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتورة. صبحك الله بالنور والسرور أخوي محمود، كيف الحال؟ الله يسلمك دكتور. أنتم دائما يعني مواضيعكم جميلة جدا لأن تعنى بالسياحة، والسياحة يعني واحدة من أهم الأمور اللي الإنسان ينفس فيها عن الكثير من الضغوطات اللي تكون موجودة عليه. فبالك إذا كانت هذه السياحة مرتبطة بالصحة نعم سوري بس كانت تكلمني ميرا. المهم فإذا كان الارتباط ما بين السياحة والصحة في مع بعض أكيد رح نصل إلى منظومة جميلة اللي هي منظومة السياحة الصحية. فخبرينا عن هذا المعرض والمشاركة اللي انتوا وصلتوا لها. جزاك الله خير أخوي محمود على الاستضافة، وأنا ما أعرف الدكتورة ندى موجودة عشان نسلم عليها اليوم ده موجودة وياك ولا لا. فنحن في مجلس السياحة الصحية مثل ما تفضلت في هيئة الصحة في دبي، كانت لنا مشاركة على منصة دبي في سوق السفر العربي خلال الأيام الماضية. وطبعا نحن مثل ما تفضلت سوق السفر العربي معرض هذا جدا مهم بالنسبة لنا لأنه يهتم بقطاع السياحة، وطبعا نحن ضفنا على قطاع السياحة الصحة والسلامة. طبعا نحن في خلال مشاركتنا في سوق السفر العربي أطلقنا بالتعاون مع الإمارات للعطلات باقات الاستجمام والتعافي. الباقات هذه نحن بنركز عليها على أن نسوق لها وأن نستهدف السياح القادمين إلى إمارة دبي من دول مجلس التعاون الخليجي، وبالأخص عندنا دولة الكويت والمملكة العربية السعودية. الباقات هذه طبعا تشمل تذاكر السفر وتشمل الإقامة في الفندق، وكذلك تشمل خدمات الوقائية وخدمات الاستجمام والتشيك الدوري اللي ممكن أن السائح يومي أن يقضي أحلى الأوقات في دبي في فندق من الفنادق اللي هي كانوا شركائنا في الموضوع في الباقات هذه، انهم يجون الاماره ويسكنون في الفنادق هاي ويستفيدون من الاسترخاء والاستجمام في العيادات اللي موجوده في الفنادق هذه. طبعا احنا بالتعاون مع شركائنا في مجموعه تجربه دبي الصحيه اللي هو مركز دي ان اي الصحي اللي هو موجود في فندق القصر، وكذلك عندنا بالتعاون مع فندق ريتريت اللي موجود على نخلة جميرة. فنحن بخلال إطلاق هذه الباقات إذا لاحظت أخوي محمود أن مزجنا الليجر والترفيه مع الاستجمام والصحة والسلامة. والهدف من إطلاق هذه الباقات هي تعزيز مكانة دبي العالمية على الخارطة العالمية للصحة والاستجمام. فاليوم نحن في إمارة دبي ما نرحب فقط بالمرضى بل نرحب بالأصحاء من مختلف دول العالم، ونقول لهم تفضلوا لإمارة دبي عشان تصيرون أكثر صحة وسلامة. جميل، الأسعار جدا مناسبة دكتورة. بس أنا قبل لا أكمل معاك الحوار بس سامحيني بأخذ هذه المداخلة من عبد الرحمن. تفضل. صبحك الله بالخير عبد الرحمن، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمود. يا هلا، الله يعطيكم الصحة والعافية بارك فيك. تفضل يا سيدي. الغالي أنا يعني لما أكون في السيارة أسمع صوتك الشجي الجميل الله يبارك لك، لا أملك نفسي يعني. أنا أمي تقول لي صوتك حلو يا عبد الرحمن، بس تقول لي سكوتك أحلى.
لا والله يتدللك الله يحفظك. الله يسلمك، تفضل يا سيدي. الغالي، أنا مكالمة أمس كانت مثمرة جدا، وبيض الله وجوهكم، يعني كلمة منك يعني كانت فيها متابعة من قبل فريق من مسؤولين إلى إخوة مباشرين في أمر الصيدلة وفي أمر المواعيد، وبيض الله وجوهكم. الله يسلمك والنعم فيكم، وليس هذا عن دبي بغريب. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. شكرا لك عبد الرحمن. عبد الرحمن، انا ابغي رقمك بعد، لان في عندنا جلسه نبغي نسمعك، بما انك انت من المتصلين اللي دائما تنوهنا على الكثير من الامور، فابغي اخذ رقمك، ممكن ندعيك لجلسه لرسم بعض المبادرات والاستراتيجيات الجديده. عيوني مستعد ان شاء شكراً الله لك. شكراً لك. دكتورة ليلى، سامحيني. شكرا عبد الرحمن، سامحيني دكتورة، أنا توقعت المداخلة يعني خاصة بموضوعنا، ولكن مو مشكلة، البرنامج مثل ما نقول نحن دائما مفتوح للجمهور، سبحان الله أنت من تتصلين الجمهور ما شاء الله يدخلوا في مواضيع مختلفة خاصة بالهيئة، لكن عموما نحن نقول دائما البرنامج للجمهور في الأول والأخير. دكتورة، الحزمة اللي قدمتوها خلال هذا المعرض استهدفتوا فيها فئات معينة، خلينا نعرف هذه الفئات اللي كنتوا ناويين تستهدفونها، وأيضا نحن نتكلم عن السياحة الصحية، إذا نحن يعني عموما نستهدف اللي خارج دولة الإمارات، صح؟ هي نعم، لكن في أشياء طبعا نحن عندنا السموح قطعي، نحن عندنا السياحة الداخلية كذلك، عندنا الأخوان اللي ساكنين في الإمارات الثانية اللي يجون إمارة دبي بقصد العلاج والاستجمام، لكن المبادرة هذه تتركز على السياح خارج الدولة. طيب خبرينا عن تفاصيلها، هذه الأسعار، كيف الواحد ممكن أنه يستفيد من هذه المبادرات؟ طبعا هذه الباقات الصحية أو الباقات الاستجمام والتعافي، هذه مركزين عليها، وهي خاصة بالناس في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، لأن بالتعاون مع الإمارات العطلات، وبالتعاون مع طيران الإمارات، وبالتعاون مع الفنادق اللي ذكرت أسمائهم، إن الشخص اللي يبي مثلا هي من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، فالباقات هذه مختلفة، فيها الباقات اللي لمدتها مثلا لثلاثة أيام أو أربعة أيام على حسب السائح وشو يناسب له، والباقة هذه تشمل تذكرة سفر من دولته إلى دبي، وكذلك تشمل تكاليف الإقامة في فندق ريتريت على النخلة في دبي، أو أنه يختار هو أنه يتم في فندق القصر، بحيث بأنه يستغل العلاجات والاستجمام والتعافي، وكذلك الرعاية الوقائية، وكذلك المشورات الغذائية، وكيف انه يمكن يفقد وزن، او انه نسميها ديتوكسيفيكيشن، يعني انه يرتاح ويتخلص من السموم الموجودة في الجسم. وتشمل الباقات هذه جلسات، مثلا على سبيل المثال جلسات اليوغا، وجلسات نوعية المساج اللي تناسب الشخص هذا، وكذلك استشارات طبية، وكذلك اختبارات الدم للوقاية، وكذلك اختبارات لفحص الDNA للشخص القادم إلى الإمارة. يسوون فحص DNA بعد؟ هي نعم في العيادات اللي موجودة في الفنادق اللي ذكرتهم، بحيث إن يوم إنه يأخذ فحص الDNA عقب يقول لك شو الأكل اللي يناسبك، شو الأكلات اللي ما تناسبك، وإذا تبي تفقد الوزن على كيف إن الرجيم اللي لازم تتبعه، يعني مثل نقول إنه شيء شخصي، customize personalized، يعني شيء شخصي معتمد على الDNA والنصيحة اللي بيعطونك أنت أخو محمود، غير النصيحة اللي أنا راح يعطوني اياها، لان جيناتي تختلف عن جيناتك. كتوقع نفس الجينات نحن دكتوره. انزين. يشرفني. انزين دكتوره، الان كم فلوس؟ يعني كم المبلغ اللي هذا، لان فيها تذكره واقامه 3-4 أيام، زايد ذكرتي يوغا، مساج، استشارات طبيه، اختبارات DNA، تغذيه، يعني وايد شغلات، هذا باكج كامل. كم المبلغ اللي يدفعه؟ هي نعم، هذه المبالغ تتراوح طبعا على حسب الليالي اللي السائح بيمضيها في ويكند، يعني 3 أيام.
3 أيام يعني الأسعار هي تبدأ طبعاً على حسب الباقة اللي هو راح يأخذها والعلاجات اللي هو بياخذها طبعاً وعلى حسب أعداد الأشخاص. فالأسعار تتراوح بين 4500 درهم إلى ما فوق يعني على حسب الأيام والباكجات اللي راح يأخذها الشخص. يعني بصراحة على 3 أيام مع تذكرة مع سكن 4500 ولا شيء. هذه من كستارت البرايس 4500. زين يعني الفول باكج كم؟ الحين عاد اخوي محمد ما تحضرت ها؟ ما يحضرني بس هذه ثابته دكتوره ولا تطلع وتنزل على حسب اسعار التذاكر وكذا؟ يعني هذه اسئله انا اسالك اياها دكتوره لان انا كسائح يهمني اني انا اعرف يعني هذه التفاصيل. اي نعم طبعا الاسعار هذه ما راح تختلف وايد على حسب يعني اسعار الفروقات بتكون بسيطه يعني على حسب سعر التذاكر والاشياء هذه. طيب اخر شيء دكتوره يعني ابغي اعرف التخصصات الطبيه اللي انتم تركزون عليها في عمليه الترويج الخارجي للسياحه الصحيه في دبي. شو يعني كيف تروجون لهذه السياحة وعلى شو قاعدين نحن نركز كقوتنا؟ يعني مثلا في دول في العالم ممكن هذه الدولة أحسن دولة في علاج العيون، هذه أحسن دولة في علاج الكسور والعظام، هناك دولة يعني الله 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 يبعد الأمراض كلها عن المستمعين يعني هذا للسرطان. يعني نحن هنا في دبي في شو؟ طبعا تفضلت أخوي محمود كل دولة متخصصة في مجال أو مجالين أو ثلاثة. يعني نحن أنا اليوم إذا قلت لك مثلا إعادة التأهيل على طول دولة معينة تخطر في بالك، إذا قلت لك زراعة شعر دولة معينة تخطر في بالك. يعني أنا أقول في تخصصية في كل دولة، وإمارة دبي ودولة الإمارات ما تختلف عن بقية هذه الدول. فنحن على حسب تجربتنا وعلى حسب المقارنات اللي سويناها وعلى حسب الإحصائيات اللي كانت عندنا في السنوات السابقة حددنا 7 تخصصات نحن كمرحلة بدائية كمرحلة أولية نركز عليها، اللي هي تخصص جراحات العيون والجراحات التجميلية للأسنان، وكذلك التخصص الجلدي، وكذلك عندنا العظام والمفاصل، وعندنا الإخصاب، وكذلك طبعا التخصص هذا اللي الحين بدأ تركيزنا أكثر وأكثر عليه اللي هو الصحة والسلامة والتعافي والاستجمام، وكذلك عندنا العمليات التجميلية. يعطيكم العافية ما شاء الله، وايد تخصصات ودبي مميزة. لأن بأمانة يعني نحن ما نقول هذا الكلام لأن نحن في إمارة دبي بشكل عام نحاول نروج للإمارة، لا، ولكن بالفعل هناك أسماء عالمية موجودة على الخارطة العالمية الصحية الطبية تتواجد هنا في دبي عبر عياداتها ومراكزها ومستشفياتها. فيعطيكم العافية دكتورة، عندنا بنية تحتية متطورة جدا في الترويج السياحي، نتمنى لكم التوفيق الدائم. دكتورة ليلى المرزوقي رئيس مجلس السياحة الصحية في هيئة الصحة بدبي، وأيضا دكتورة أنت صححي لي المسمى رئيس المجلس العالمي للسياحة الصحية، صح؟ هي نعم. أي كأول إماراتية امرأة إماراتية ما شاء الله عليك يعني تتبوين هذا المركز، وأكيد يعني نتيجة الجهود الكبيرة ونتيجة أيضا يعني مكانة دبي على الخارطة السياحية العالمية خاصة في المجال الصحي. شاكرين لك دكتورة ونتمنى لك التوفيق. شكرا أخوي محمود. إذن كانت معنا عبر الهاتف الدكتورة ليلى. بعد الفاصل إن شاء الله عندنا موضوع جميل جدا، هذا الموضوع أنا يعني أتمنى يعني من المستمعين أن يتمون معنا، لأننا نتكلم عن علاج مرضى التوحد في عيادات الأسنان، مو بمرض التوحد، لا، علاج مرضى التوحد في عيادات الأسنان. بتكون معنا الدكتورة ميثل خياط أخصائي طب أسنان الأطفال بعد الفاصل، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة.
سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذن قبل الفاصل قلنا نحن نستقبل معانا الدكتورة ميثل الخياط، أخصائي أول طب الأسنان، طب أسنان الأطفال في هيئة الصحة بدبي. وقلنا موضوعنا الرئيسي اللي نتكلم عنه عن خدمات الأسنان لأطفال التوحد، هذه ضمن الجهود المستمرة في هذا المجال اللي تقدمه الهيئة، أنها ما غفلت عن تقديم الخدمات لأصحاب الهمم وحرصت على توفير خدمات تشخيص وعلاج أمراض الفم والأسنان لأطفال التوحد وفق أساليب حديثة ومبتكرة تراعي طبيعة وسلوكيات هذه الفئة من المجتمع. أول شيء صبحك الله بالخير دكتورة. صبحك الله بالنور دكتورة. يعني قبل أدخل في تفاصيل هذا الموضوع أنا أبغي أتحدث الآن، يعني هنالك فرق يعني ما بين أسنان البالغين والتعامل مع الأطفال في علاج أسنانهم، خلينا بس نعطي لمحة سريعة عن يعني علاج الأسنان عند الأطفال بشكل عام. طبعا علاج الأسنان الأطفال مثل ما نعرف أن أسنان البالغين اللي هي الأسنان الدائمة، وأسنان الأطفال هي الأسنان اللبنية. أول شيء الأطفال بطبيعتهم ما يحبون حد يدخل يعني يكون وايد قريب عليهم، بمعنى ثاني أنهم تجتاح السبيس يعني الزون مالهم أو المساحة المساحة القريبة هاي غير الأب والأم والأخوان، يعني هذا العكي يكونون أوردي متعود عليهم الياهل، لكن لما خصوصا على العيادة نفسها وتعرض الطفل خلال أول سنتين من حياته للتطعيم فيكون عنده رهبة من الطبيب والمكان، وخصوصا يعني تعرف أنت المستشفيات تكون دائما ملونة باللون الأبيض. نحن نخاف منكم بيحينا، فهي تخلي الطفل شوي يكون عنده رهبة من دخول العيادة. فتخصص أطفال تخصص الأسنان للأطفال بشكل خاص يحاول أنهم إن يخوز هالرهبة من الأطفال بحيث أنهم يتعاونون معنا. جميل. طيب دكتورة هذه بالنسبة لي بشكل عام للأطفال، ولكن الحين نحن أنتم مسوين هذه الخدمة الخاصة لأطفال التوحد. نعم. أبغي أعرف يعني رحلة علاج طفل أو التوحد في قسم الأسنان كيف تبتدي؟ شوف أستاذ محمود، بداية من يتم تشخيص الطفل بتوحد تقريبا يمكن من سنتين أو في ناس تتأخر في التشخيص، يتم إحضاره للعيادة. هل عندنا في المراكز مراكز الرعاية الصحية الأولية يقومون بالتشخيص المبكر؟ في عندهم تشخيص مبكر، في عندهم برامج معينة ومبادرات معينة من البداية يحاولون يشوفون الأمراض اللي قد تكون عند الأطفال، ولكن الآن تم التشخيص. تم التشخيص، يحضر الطفل لنا في العيادة. أول شيء نسوي نحن نطلب من الأهل أن يبون تقارير الطفل عشان الطبيب المعالج يعرف حالة الطفل. من عقب ما نتعرف على حالة الطفل يتم فحصه وبعدين تشخيص المرض، يعني بالفحص معك دكتور بفحص الفم والأسنان، وبناء عليه يتم يعني وضع خطة العلاج على حسب سلوك الطفل وقابلية الأهل، يعني شو اللي يبغون تعالج. طيب انزين الحين حطيتوا الخطة وكل شيء، الطبيب شو المهارات اللي لازم يتمتع فيها علشان يقدر يتعامل مع هذا الطفل؟ بداية نشوف في وايد دورات ورخص طبية ذات معايير دولية يجب أن في بعد أنتوا تأخذون بعد لايسنز عليها، لازم في لايسنز عليها. إنزين من عقبها يعني هالدورات ترفع كفاءة الطبيب وتهيئ للتعامل مع الطفل التوحد محددين. يعني مثل شو تسوون دكتورة؟ كيف ممكن يكون أنت مثلا عندك مميزات أكبر عن طبيب الأسنان العادي اللي ما عنده هذه المهارة أنه يتمتع بمهارة التعامل مع أطفال التوحد؟ شو اللي يميز؟ اللي يميز أن أنا لازم أعرف هذا الطفل أولا شو الأشياء اللي تحفزه لنوبات التوحد. إنزين مثلا عندك أطفال يكونون حساسيتهم أكبر للروائح، في ناس عندهم حساسية أكبر للضوء، في ناس للصوت، فأنا لازم أشخص الطفل بناء على هذا يعني المعايير هاي. وشو التصرف أو الأكشن؟ التصرف أول شيء لازم يكون تهيئة المكان، البيئة المحيطة بالطفل خلال الجلسة تكون يعني مثل ما تقول
متسايرة مع وضعه. إذا الطفل من النوع اللي يعني عنده حساسية زايدة من الروائح مثلا، لازم يعني بقدر الإمكان نقلل أي رائحة ممكن تستفز الطفل أو تستحفزه. الصوت كيف بتقللينه؟ الصوت مثلا كل الأشياء تكون مرتبة، تعرف إحنا عنا يعني وايد أدوات لازم معقمة لازم تتبطل نفس الوقت. هي. إحنا نحاول أن مثلا نحطها قبل، نرتبها قبل، ما يكون في أي يعني دخول مفاجئ للغرفة. كل الأصوات نحاول أن يعني نقللها، أو أنه ممكن مع مساعدة الأهل أن يلبسونه مثلا سماعات، أو أن يحطوا له شيء يشتت انتباهه للوضع برا العيادة. هذه كلها التجهيزات اللي أنتم تسوونها لعلاج يعني مرض التوحد. في تجهيزات زيادة تسوونها، في تجهيزات مختلفة تماما العيادة تكون هي نفس الأجهزة اللي تكون للطفل السليم، أم في أجهزة زيادة عندكم؟ يعني شوفوا في العادة نحن عندنا نفس الأجهزة، اللهم أنه ممكن أن نزيد عليها الجهاز الغاز الضاحك. هذا بعد في حالات نستخدم للأطفال اللي هم طبيعيين، بس اللي هم ما يتقبلون العلاج أبدا يعني، أو أنه ممكن يتحول للتخدير العام. الغاز الضاحك هذا النايتروس، تعرف النايتروس هذا زين، هذا صوته يتغير بعد ها يوم يرمس ولا؟ لا ذاك الهيليوم غير. الهيليوم ها زين، هذا ما يتغير. الغاز الضاحك شو اللي يسوي دكتورة بالضبط؟ هو يهدي الأعصاب، يخلي يدخل الياهل في مرحلة مثل تقول الحلم. أوكي. أنا يحس أنه مش موجود في العيادة، مع أنه أصلاً يتعاون يكلمنا يرد على يعني أي شيء أنا أطلبه منه يسويه. اللهم أن يكون هو يعني مثل حلمان. أنا دائماً أقولهم يعني بتحسون أنكم تطيرون. هذا زين يبيلنا إياها. في العادة الأباء يعني يوم يشوفون ردة فعل الطفل من عمره يكونوا يعني مش متعاون أبداً، إلا متعاون هم يطلبون أن يشترون ويخلونه في البيت. هذا ممتاز، هذا أخاف الآباء يستخدمونه والأطفال. إنزين، الأشخاص اللي لازم يكونون موجودين مع طفل التوحد أثناء زيارته لعيادة الأسنان، نحن نركز على أن يكون الأبو أو الأم موجودين يعني كأولياء أمور. في بعض الحالات نستدعي يكون مع المرافق الدائم أو من يعرف بالشادو. هذا يساعد ان لن تقبل الطفل لوجود هذا الشخص يكون اكثر يعني بالعامي المربيه. لا لا، طفل التوحد يكون عنده شادو يعني مرافق دائم، هذا يكون يعني مربية. مش مربيه لا، هو مثل ما تقول شخص معين بال تصرف بالسلوك، أو أنه مثلا يهيئة يشرح له الطفل يتقبل من هذا الشخص أكثر من أن من حتى من الأبو والأم؟ إيه، لأن ساعات هذا يكون دايم. أحيانا يكون الأبو أو الأم؟ ممكن إذا كانوا متفرغين ممكن أن الواحد منهم ممكن يلعبها مربية. ممكن تكون مربية، بس يعني مسماها يكون شادو لأن لازم يكون عندها لايسن. الظل يعني الظل الطفل اللي الدايم. طيب شو الإجراءات، إجراءات المساعدة اللي يتم استخدامها عند علاج مرضى التوحد من الأطفال؟ مثل ما خبرتك، هو البيئة المحيطة بالطفل في العيادة نجهز له، بحيث أنه لما نكون عندنا طفل توحد أن نحاول أنه ما يتريى في الانتظار، يعني على طول لازم يدخل العيادة، لأنه وجوده والتايم اللي مر عليه هو جالس في لها ممكن أنه يأثر عليه بشكل سلبي، ممكن يرفض العلاج، ممكن يطلع من العيادة. هي لأنه يكون يعني متواجد مع ناس تانين، فهم أصلا يعني تعرف قلت لك هم عندهم حساسية زايدة لبعض الأشياء اللي ما تلفت انتباه الشخص الطبيعي، لكن هاي الأشياء البسيطة مثلا لسي مثلا ما يحب اللون الأحمر على مثلا قميص، يحب على بنطلون بس ما يحب على قميص، ممكن هذا يستفزه. صح. زين، الحين دكتورة ندخل على مدى تعاون أطفال التوحد معاكم في العلاج. ما أدري يعني أنت وفرتي كل هذه الأشياء وسويتي وحاولتي سويتي الهومورك مالك أو الواجب في أنك أنت تعرفين ملف طبي وتعرفين تصرفات وسلوكيات وكذا، ولكن سبحان الله في حزتها، هل ممكن يكون خارج التعاون النسب اللي ممكن بعد كل هذه الإجراءات في نسبة ممكن يكون خارج تعاون طبعا الطفل؟
طبعا. يعني أنا أقول لك إحنا ما نقدر نقول إن نحن تهيئة المكان تكون 100%. إنزين، بس نحن نحاول بقدر الإمكان إن يكون تهيئة المكان وتهيئة الطفل إن بحيث إنها هي تخلي العلاج يصير بشكل سليم. هذا يعتمد بعد قلت لك على تهيئته قبل العلاج، يعني بحيث ان الطفل لازم ينشرح له المكان، تصور المكان، شو الاشياء اللي بتكون موجوده، شو الاشياء اللي بتستخدم، منو المتواجدين في غرفه العلاج، اساميهم، ممكن توصل لي حتى شكل لبس الدكتور، هذا كله لازم ينشرح. وبعدين ما يعني نحاول ان نحن ما نفاجئ الطفل باي شيء غير عن اللي هو تهيئ له مسبقا. إذا كل هالأشياء توافرت بيكون تعاونه كبير. أنا عايبني دكتورة أن أنتم ما شاء الله يعني ماخذين الموضوع بشكل جدي كبير، وقاعدين تحاولونكم أنتم توصلون لأنسب وضع بالنسبة لطفل التوحد. فهذه يعني حتى في الكثير من الدول مو موجودة مثل هذه الخدمات. صحيح. شوف محمود، هو الطفل التوحد اللي يصير فيه غالبا أنه ممكن أنه يتشخص في وقت متأخر. صح. يعني هالوضع اللي يكونون الأهل فيه يخليهم هم يركزون على المرض ككل، بس يعني ممكن انهم هم ينسون انهم هم يهتمون باشياء تفاصيل دقيقه مثل اللي احنا يعني هذا مجالنا، فنحن وايد نحفز عليه يعني ان ينسون تفريش الاسنان او الطفل يعني بسلوكه انه ما يتقبل ان يحط الفرشاه في فمه، يعني او ان ريحه المعجون، طعم المعجون، طبيعه بنيه المعجون الاسنان ما يتقبلها، فالاهل خلاص يتغاضون عن هالجانب عشان يعالجون جوانب اخرى. طيب شوي بعيد عن تخصصك في الاسنان دكتوره، بما انك انت بعد شويه دخلتي في مرض التوحد، انا ابغي اعرف متى اول شيء متى ممكن اقول ان تم تشخيص الطفل بالتوحد بفتره متاخره. اثنين، كيف أنا أقدر ألاحظ كولي أمر أن في عندي هذا الطفل مصاب ببعض أعراض التوحد؟ شوف غالبا إحنا عنا يعني المجتمع العربي بشكل عام يعني مثل ما تقول أندرستميت يعني الأهل، يعني أنت مثلا عندك طفل تشوف من الشيء، إذا حد قال لك أنه ولدك مو طبيعي ما تتقبل الموضوع، تقول له لا طبيعي. يعني نحن نواجه انه في العيادة يجونا يعني اطفال بامراض يعني مثل ما اقول لك مميته يعني، اوكي مزيد. الاهل يقولون ما يتقبلون، لا ما يخبروننا، لان بالنسبه لهم يعني هذا شيء عادي. يعني مثلا كان عندنا طفل ينزف نزيف يعني ميول دم عنده، فالاهل ما خبروننا، دخل العمليه، في العمليه يعني انا 3-4 مرات اسال الاهل يبوا لي تقارير انه طبيعي، لكن بعدين اتضح يعني انه في عنده هيموفيليا وتهدد سلامة الطفل. طبعا، لأن هالوعي احنا يعني ما وصلنا للوعي الكافي، أقدر أقول أن الأهل لا يخبرون الطبيب المعالج عن كل تفاصيل حياة الطفل. فلما أنت تقول لطفلك شوي زايد حركته أو ليش يسوي هالشيء، ما يتقبلون منك، يكون عندهم مثل ما تقول نكران أن لا أنا الطفل طبيعي. لا، هذه مسألة وايد مهمة يجب أن يعني نصر عليها دكتورة، أن يا جماعة الخير لا تخبون أي شيء على الطبيب. صح. لما يعالج الطفل تأكدوا، لأن الطفل ما يقدر يعبر عن نفسه ولا يعبر عن الأمراض اللي موجودة عنده يعني. صح. أو يمكن ما يستوعبها أصلا. فواجب الأهل وأولياء الأمور أن يوضحون الصورة كاملة للطبيب. صحيح. في بعض الحالات لما حتى لو يكون مشخص الطفل، لما يمونا للعيادة نسألهم إن هل عنده أي مشاكل صحية، هل سبق إن يعني تعالج أو إن دخل مستشفى لسبب معين، كل الإجابات تقريبا تقول لا. بس واقع الطفل على يعني في العيادة على الكرسي العلاج يقول شيء ثاني. ممتاز. إذن يعني عملية الطرح بشفافية وتقبل آراء الطبيب حتى لو كانت يعني الواحد ضد عواطفه، ولكن صح.
يعني احيانا تعرفين ما تقدرين تلومين ولده، يعني واحد ما يرضى على ولده ولا ما يرضى على بنته ان هي بس ان مرحله التشخيص المبكر تقيهم انهم هم يتعرضون لاشياء وايد في المستقبل. صحيح، وممكن تنقذ حياتهم. يعني احيانا طبعاً. في بعض الامراض دكتوره اذا انت جيتي اعطيتي ابره مخدر ولا صح. حاولت انك انت تخلعين سن من الاسنان، هذه ممكن تهدد حياته بشكل كبير والطفل يروح فيها. صح، ليش؟ لأنك أنت ما وضحت الصورة تماما بالضبط. وتقول والله وبعدين بتي بتلوم الطبيب أنه هو المتسبب، هو خطأ طبي ولا صح. كذا. لكن ما نرجع للتاريخ الطبي للكذا أو الحالة بيبين أنه كانت في عنده أمراض أنت ما ذكرتها، ما ذكرتها صح، والطبيب حسب البروتوكولات ذكر لك أكثر من مرة هل عنده هذا المرض هل عنده هذا المرض، وأنت تقول لا. حاليا يعني نحن نأخذ إقرار طبي قبل العلاج، فإذا صار أي من هذا لا قدر الله نرجع لأن الأهل موقعين على الإقرار الطبي بأن الياهل ما في شيء. ممتاز. إذن قبل نختم دكتورة، بس أعراض التوحد بشكل سريع، واحد ممكن يقول أنه في صعوبة الكلام بشكل طبيعي، تكرار نفس الكلمات عند الطفل، أو السلوك، أو السلوك نفسه، عدم التواصل الاجتماعي مع الآخرين، طبعا يكون هو معزول. ليش؟ لأن عنده صعوبة تفاهم مع الناس اللي حواليه. ممكن أنه هو يتوقع أنه هو قال لك الكلمة في عقله، لكن في طبيعة الواقع لا. عشان تي يصير عدم التفاهم. أيضا يكون مهتم ببعض الأشياء المعينة، وفي أشياء محددة عنده يكررها باستمرار، زين، وما يهتم أن يتعلم شيء جديد مثلا. يتعلمونهم بس يتعلمون على حسب اللي هم يبونه، اللي هم يبونه، ترتيب اللي موجود عندهم. طيب، في أعراض مثل الصراخ، صراخ من غير سبب، من غير سبب، هذه كلها ممكن لأن هذا شيء يستفزه في المكان، فممكن أنه يعني مش متعود أن هذا يكون في هالمكان. أنا وائل قاعد يستفزني دكتورة عشان يعني البرنامج، فسامحيني. دكتورة ميت الخياطة، أخصائية أول طب أسنان الأطفال، كنا نتكلم عن موضوع مهم، عن الجهود اللي تقدمها هيئة الصحة في دبي في تقديم خدمات متميزة لأصحاب الهمم من الأطفال المصابين بالتوحد، أساليب مبتكرة وجديدة. نتمنى لكم التوفيق وشكرا لكم على هذه الخدمات دكتورة. شكرا لك والقواسمة كان معنا في الإخراج، في التنسيق معنا ميرا الخفلي، وأيضا كانت معنا شيخة غريب كانت معنا كذلك في التنسيق. هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العدي، وإلى الملتقى إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم. حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.